أحبابي بالله اسمعوا هذه المقولة العجيبة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. الله أكبر. إيش الجنة اللي في الدنيا؟ الإقبال على الله، محبة الصلاة، محبة الله، محبة الله. والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. والله يا إخواني ما التزمنا وما استقمنا على أمر الله عز وجل إلا عشان نحب الله، الله أكبر، إلا عشان نخاف من النار، إلا عشان نرجو الجنة وما عند الله عز وجل من النعيم. ترى يا إخوان هذه الدنيا زائلة، والله زائلة، لأن الله عز وجل يقول: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ما عندكم ينفد وما عند الله باق.